كيفاش نصايب سيفي بطريقه احترافيه وسهله جدا. شنو السيفي بعدا؟ هو عباره عن واحد الوثيقه نقدروا نقولوا لا كارت ناسيونال ديالك، غير هي البطاقه الوطنيه فيها الهويه الشخصيه ديالك. اما سيفي فهي الهويه الميدانيه، يعني متعلقه بالخدمه، لو كوتي بروفيسيونيل. وغادي تحتاجو واخا تكون مدبر في شي ستاج ولا في شي خدمه مضمونه، حيت هو كيندرج ضمن الوثائق اللي خاصك تحط باش يقدروا لك الدوسي ديالك نهار كتبغي تخدم ان شاء الله. واي واحد خاص يكون عنده، تكون ساليتي قرايتك وخديتي الدبلوم ولا مازال كتقرا فخاص يكون معك. واي حاجه كتعلمها ولا شي فورماسيون زايده على القرايه ديالك فكتزيدها فيه حتى كتعمرو وكيولي عندك ان بروفيل ثقيل. فكيفاش انا غادي نصايب هذه الوثيقه لاول مره؟ ما عرفش كيفاش. سهله جدا، غادي نحاول نصيبو في الاول غير في ورقه وبستيلو. ما غاديش ندخلو ديريكتومون للبيسي وفتح الوورد، حيت كاين عرام ديال النماذج في الانترنيت وبالاشكال اللي بغيتي والستيل اللي غادي يعجبك ومجانا. وغادي نخلي لكم هنا في لا ديسكريبسيون الروابط ديالهم، تقدروا تيليشارجيهم مباشره على شكل فيرسيون وورد وتحطوا فيهم المعلومات ديالكم. وهذه الاخيره هي اللي غادي نخدم معك، هذوك المعلومات اللي متعلقين بك شنو هما ومن غادي نجيبهم. اول حاجه لي كوردوني ديالك، المعلومات الشخصيه، الاسم الكامل، السن، العنوان، البريد الالكتروني، رقم الهاتف ديالك، رخصه السياقه اذا كانت عندك. نحاول هادو نحطهم للفوق في الجانب الايسر، وغادي نمشي لاقصى اليمين وندير التصويره ديالي. حاول تاخذها بشي بوزيسيون مقاده، ما تكونش محني، وتكون ليماج واضحه باينه مزيان، وكذلك شويه الابتسامه ضروري. وغادي نجي الوسط ما بين لي كوردوني والتصويره ديالي وندير لو ستاتيو ديالي حاليا دابا، لو تيتر او بيان لانتيتولي، شكون انا دابا، واش ديبلومي ولا مازال كنقرا ولا شنو الدبلوم اللي كنوجد. بالنسبه اللي كيقراو في ليستيا ولا في ليزيكول دانجينيور فغادي يحط الفوق تكنيسيان ولا تكنيسيان سبيسياليزي ولا انجينيور، ولا كان مازال مسالاش يدير فيتور تكنيسيان اون وندير الشعبه ديالي، واش في الالكتريسيتي ولا في الميكانيك. ونفس الشيء اللي مازال كيقرا في شي مدرسه غادي يدير فيتور انجينيور اون جيني سيفيل ولا جيني اندستريال ولا جيني انفورماتيك. اللي كيقرا في لافاك غادي يدير باك بلس 1 اون ولا باك بلس 2 اون، شيمي ولا فيزيك ولا مات ولا بيولوجي. فحال دابا الا بان لك شي اوفر وطالبين فيه شي ستاجير باك بلس 2 شيمي، غادي نجيني تنكتب ليه هذيك اللي حاطين هما، ولا كانوا كاتبين هما دوغ اون شيمي غادي نجي ونكتب ليه دوغ اون شيمي، هي الانتيتولي ديالي. وهذا الشيء مازال غادي نشوفوا ان شاء الله على كيفاش تصايب سيفي على حساب هذاك الطلب اللي شفتي، يعني تيكون سيبلي لذاك البوست ولا ديك الخدمه اللي شفتي ماشي غير اون جينيرال. دابا غادي نجي تحت لي كوردوني ونحط فيه القدرات الشخصيه، لي كومبيتونس كومبورتمونتال، لي سوفت سكيلز ولا لي بوين فور. مثلا امباتيك يعني كنفهم الاخر وكنقدر نحط راسي في بلاصتو، بوليفالون يعني نقدر ندير بزاف الحوايج وفي ما حطيتيني تلقاني، وهذا كيطلبوا بزاف الشركات الصغار والمقاولات اللي الله بادين، ما غاديش يخدموا بزاف الناس وكيبغي واحد يدير لهم كل شيء. وزيد حتى فليكسيبل مارين، يعني عندي لا سوبليس، بغيكولاج كنقدر نديباني باللي كاين، لا طحت في شي حاجه نعرف نخرج راسي ما نبقاش واقف. دابا كملت هاد السطر غادي نجي لتحت ونحط ان تيتر او بيان اون روبريك فيها لي كومبيتونس، المهارات اللي غادي ندير هنا عموما واللي غادي نعبر عليهم في جمل ماشي في كلمه واحده. مثلا غروند كاليتي داناليز اي دو سينتيز، القدره على التحليل والتركيب، كاباسيتي ابورتي دي سوليوشن يعني نقدر نعطي حلول، كاباسيتي دابروندر القدره على التعلم، بمعنى واخا ما عنديش المهارات التقنيه راه ندخل معكم دغيا نتعلم. وزيد مازال دابا نزيد شويه على اليمين ونحط لي لونغ، لغات عرب لونغ ماتيرنيل لغه الام، فرونسي غادي ندير سوا ميتريزي بمعنى كنتقنها مزيان، ولا انترميديير متوسط كنعرف نسلك راسي، ولا نوسيون مهم غير لي زيليمون دو باز. ونفس الشيء في الانجليزيه ولا كانت عندك كذلك شي لغه اخرى. ونزيد في اقصى اليمين وندير اون روبريك فيها اوتر، مثلا عضو في شي جمعيه ولا في شي نادي، مومبر اكتيف دون لاسوسياسيون اكس او لو كلوب ايغريك، فنان الا كنتي كدير المسرح مثلا، ارتيست كدير المراجعات، بروف دي كور دو سوسيال دون ان سونتر، كدير الرياضه، جوور افيك لو كلوب اكس، ولا بطل في التايكواندو، شامبيون اون تايكواندو. وتقدر تبان لك شي حاجه اللي بليده، مثلا اكواسيغ نحط ليه الرياضه مثلا، مع العلم يقدر السيد اللي باغي يخدمك كيقلب على شي واحد نشيط سبورتيف فين ما صيفطو يمشي ليه، باش شي واحد مدقداق ومرخي ويبدا يتحاسب معاه. دابا غادي نهبطو لتحت ونديرو فورماسيون،
نهضروا على الباركور والدبلومات اللي عندك ولا اللي كتوجد. غادي نحطه في الاول اخر حاجه حصلتي عليها مع السنه. وفي حاله عندك العام الاول ولا العام الثاني في لافاك فغادي ندير باك بلس 1 اونكور ولا باك بلس 2 اونكور وندير قدامها الشعبه ديالي ونزيد معها المؤسسه ديالي مثلا لونيفرسيتي محمد 5 ونزيد اونكور حتى لي ماتيير ولي موديل اللي كنقرا. في حاله الا جاوك المواد كثارين فغادي تحاول تختار وتسيليكسيوني غير هادوك اللي قرابين للستاج ولا الخدمه اللي باغي تدفع عليها ونبقى غادي هابط حتى الباك وندير قدامو الشعبه سيونس اكسبيريمونطال مثلا والمؤسسه فين قريتي وان سنه خديتي الباك بيان سور. دابا ندوزو ليكسبيريونس التجارب ديالك. الا مدوز شي ستاج راه غادي يجيك ساهل نحط فين دوزتو ولا بيريود لا ديوري شحال واش 3 موا ولا 4 موا وفين دوزتو بيان سور وهداك الشيء اللي تعلمت منه نحطو على شكل عوارض اللي هما لي رياليزاسيون شنو تعلمتي دير. الا ما كانش دير تجربه في المخيم مثلا الا كنتي دوزتي وشنو تعلمتي منه لا ديسيبلين الانضباط لونطونت الاستماع لونكادرومون التاطير لورغانيزاسيون التنظيم وهادو يمكن لك ديرهم حتى الا كنتي مع شي جمعيه ولا في دار الشباب ولا مع شي فرقه ديال الكره ولا ديال الرياضه الفنون الحرب مثلا. يعني حتى لا بارتي ديال ليكسبيريونس يمكن لك تعمرها واخا ما دوزتي ستاجات. تقدر تكون خدمتي ميتخناجور في الصيف في البحر ولا في شي بيسين وتعلمتي منها لا ريسبونسابيلتي المسؤوليه. تقدر تكون خدمتي اساس سيكوريتي وتعلمتي منها لا كاباسيتي دو دير نو والقدره على قول لا وهذه واحد الكومبيتونس اللي محتاجينها بزاف الناس وما عندهمش وكيحتاجوها بزاف في الشركات. بحال مثلا انت باغي انك تكون مسؤول على لي ماتيير بروميير المواد الاوليه دونك ما خاصكش تكون كتحشم ولا اللي جات تعطيه يعني خاصك تكون عندك القدره على قول لا كيف ما بغى يكون البيرسون اللي قدامك واخا يكون صاحبك وكتضحك معاه. دونك الا كنتي خدمتي سيكوريتي في شي بلاصه وقالوا لك ما يدخلوش هاد لو جونغ ولا هاد لو جونغ فبيان سور ما تخليهمش يدخلوا. تقدر تكون كنتي كتبيع في شي بوتيك ولا في شي فراشه في السوق دونك تعلمتي لا كاباسيتي ديال الماركتينغ يعني التسويق كتعرف تقنع الناس باش يشرو من عندك شي حاجه ولا خدمتي في البني راه هادو حتى هما كتعلم منهم كل وحده شنو خديتي منها خاصك غير تقلب وكتبين نيت اللي غادي يخدمك بانك ما كتقلش كديباني باللي كاين وانك قادر دير اي حاجه يعني الخدمه اللي عطاوها لك غادي ديرها ومستعد مزيان. وهادشي كيجاوب على البوان فور اللي درنا في الاول ديال بوليفالون وبريكولاج. دابا ندوزو لاخر حاجه اللي هما لي لوازير لي سونتر دانتيغي الحوايج اللي كيعجبوك ديرهم الهوايات. هذه ما تدوش عليها بالزربه وما تحقرهاش وما ديرش فيها فحال كيف ما تيديروا تو الموند فواياج ليكتور سبور حيت الحاجه اللي كندير هنا كتعجبني نديرها باغ باسيون وكاين المشغل اللي كيشوف السي في ديالك من التحت ولا لقى ديك الحاجه اللي كيقلب عليها عندك انت في لي سونتر دانتيغي ديالك يقدر بلا ما يشوف لك الباقي ديال السي في ديالك وياخذك. هاد السيد خدام ليا حيت هو هاد الخدمه اللي غادي يدير ليا كتعجبو وغايديرها عن حب ماشي ملي نكون انا حاضر قدامه يبين ليا راني كنخدم وملي ما نكونش يدير داكشي اللي قالت لي خاطره وينعس. واخا في الغياب ديالي غادي ادي الوظيفه على احسن وجه تو سامبلومون حيت هو كيديرها ومرتاح كتعجبو. يعني الا قدرتي تعرف لو ريكروتور علاش كيقلب بالضبط هذيك الاداه اللي باغي تكون في المترشح سير قلب عليها وحطها ليه في لي سونتر دانتيغي. مثلا هو كيبغي شي واحد اللي كيقرا بزاف وكيبحث باش غادي يبقى يجبد ليه لي فورنيسور ديال لي ماتيير بروميير الناس اللي غادي يسلم عندهم المواد الاوليه بواحد الثمن هابط بزاف ولا يبقى يشوف ليه لي كونكورون المنافسين ديالو شنو ملونسين في السوق المنتوجات الاخيره ديالهم. غادي نجي هنا وندير ليه نافيغاسيون اي ريشيرش يعني كيعجبني التصفح والبحث. اي فوالا سي لا فان ديال هاد ليبيزود مرة جاية غادي نشوف الوثيقه اللي كتكون مع السيفي اللي هي اللي تاخذ موتيفاسيون. سالو.